مذبوحين زي 21 نفر بتوع ليبيا. قالوا له ما اقرش هذا، قال احنا مسيحيين راح نموت على ديننا، مسيحيين مسيحيين وشهداء المسيح. حلين الحباه من رقبيه، رقبيهم يلا شنطه، رقبيهم يلا شنطه يا ناس، رقبيهم يلا شنطه يا ناس. احنا على ديننا، على ديننا المسيح اللي اتصلب علشاننا، احنا نموت ونعيش عليه. يكتف ليه وانا دي كد الجامع يا اخي؟ نقول ايه بالحبه عمل له ايه؟ اكملوا عشاهم نوم يا عمي، اكملوا عشاهم نوم. جابوا الناس حاجه وبطيقكم ليه؟ عشان ايه؟ عملوا لهم ايه؟ هاي تقدر؟ حد يقدر يقول لك اعمل مسيح؟ هاي يمسكوك انت ديك ويكتفك ويقول تعالى اقرب انا اللزهنة. احنا على ديننا، على ديننا المسيح اللي اتصلب علشاننا، احنا نموت ونعيش عليه. انا عازه ليا سنتين هيرمح بيا وعامل لي 4 عمليات في ظهري، يعني ما سايبنيش. واديني بركت اهو، اديني بركت على ولدي وعلى ابوه، طلعوا من بيتي عمودين وذبحوهم ذبح زي بتوع ليبيا بالظبط. علشان ايه يا عم؟ عملوا لهم ايه؟ خدوا ايه منهم؟ بركوا عليهم في ايه؟ ده ناس غلابه، الناس شاهده عليهم هيمشوا في ساس حيطه. يلا يروحوا كنيستهم وشغلهم ويجوا لبيتهم، هيكملوا عشاهم نوم يا عمي، هيكملوا عشاهم نوم.